كرمت الهيئة العامة للشباب مساء أمس الجهات المشاركة في تغطية فعاليات مهرجان مسرح الشباب في دورته 11. وأشاد مدير مسرح الشباب في الهيئة العامة للشباب الدكتور عبد الله عبد الرسول بمشاركة الإعلام في تغطية المهرجان الذي أقيم هذا العام تحت شعار الشخصية المسرحية بمشاركة 7 فرق مسرحية شبابية. نحتفل اليوم في تكريم أسرتنا الإعلامية اللي حقيقة كانت الظهير القوي لفعاليات المهرجان. في البداية أحب أنقل لكم تحيات سعادة الأستاذ عبد الرحمن بداح المطيري المدير العام للهيئة العامة للشباب، وكلفنا حقيقة أن ننقل لكم التحيات والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلت من حضراتكم لدعم شبابنا المسرحي اللي يعني قضينا هالليالي الجميلة معاهم في أعمال الدورة 11 لمهرجان أيام المسرح للشباب. الجهود الإعلامية كانت على مستوى الحدث وعلى مستوى الطموح اللي يسعون للشباب المسرحي أنهم يقدمون تجارب مسرحية، ولكن هناك في أجهزة إعلامية تدعم هذه الجهود.